انتقادات حادة ولاذعة وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعامله مع الحرب. ورغم أنها كانت أعربت عن دعمها السابق لجهود إسرائيل الحربية، إلا أنها قالت في تصريحات مع شبكة MSNBC الأمريكية إن نتنياهو يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة ويجب أن يرحل. يجب على نتنياهو أن يرحل، فهو ليس قائداً جديراً بالثقة. لقد وقع هجوم 7 أكتوبر في عهده، إنه بحاجة إلى الرحيل. وإذا كان يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد يجب أن يرحل. ورداً على سؤال حول علاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو، رجحت أن بايدن يبذل قصارى جهده من أجل الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر. أعتقد أن بايدن فعل كل ما يمكنه فعله من أجل الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر للتحالف مع إسرائيل في مواجهة هجوم إرهابي من منظمة إرهابية. لكنني أعتقد أنه من الواضح أيضاً أن بايدن يبذل كل ما في وسعه للتأثير على نتنياهو. هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها هيلاري انتقادات لنتنياهو، فخلال اجتماعها في جامعة كولومبيا حيث التقت 16 طفلاً كانوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة، اتهمته بالتركيز على الحسابات السياسية وبقائه السياسي بدلاً من إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.